انت بتقولي اللي هو ما عملتش حاجه غير لما كنت مقتنعه بيها، فمعنى كده انك ما ندمتيش على اي عمل من الاعمال دي. حاجه تانية، فيلم بدون رقابه كل الابطال بتوعه قالوا ان هم ندمانين على الفيلم. ما انت انا ما بندمش على حاجه عملتها. اي حاجه بتعملها هم ليه ندموا على الفيلم؟ هم ندموا على خاطر المشاهد. ليه؟ عشان حد ضربهم على ايديهم. هو هل ضربهم على ايديهم المنتج او المخرج او حد؟ انا اي حاجه بعملها ببقى مقتنعه بيها. هو انا ممكن اغير طريقه تفكيري في الحياه فاقول انا اللي فات ده اتعلمت منه، انا دلوقتي مثلا ام فممكن حاجه معينه ما اعملهاش او الجو ده، انما اندم على عمل انا بدون رقابة. يمكن أنا الوحيدة الفنانة اللي اتظلمت في الفيلم ده، ولا دوري كمل ولا خدت فلوسي وحصل معايا مشاكل وكل الجو ده، بس هل تفتكر أني حد مع الفيلم ده؟ لا، أنا خدت تجربة إن كان في التعامل مع الناس، عشان طبعا كنت لسه جديدة في الوسط يعني، ولسه بتعامل مع ناس هتبقى أول مرة هنا وأول مرة هنا وأول مرة هنا، فخدت خبرات في التعامل مع البني أدمين أكتر، ابتديت أفهم أكتر طريقة تفكير الناس والمنتجين والمخرجين وده ايه وده يعني، فهم؟ وبالنسبة للعمل برضو بعتبر ان انا خدت خبرة. ممكن صحيح الفيلم مكملش، بس برضو اهو كان دور مختلف برضو. مجرد ان انا حضرت للفيلم حتى لو انا ما صورتش المشاهد، ده ضاف لي برضو خبرة في حتة معينة، فبندمش على حاجة بالعكس. طيب انا افتكر ان انت قلت مرة ان انت ندمان على مشاهد معينة في فيلم ويجا. حياتي ما قلت الكلمه دي ولا تطلع من بقي. انا ما بندمش على حاجه، انا بتعلم من اخطائي. ويجا ده كان احلى حاجه افتكر انا عملتها في حياتي لغايه دلوقتي يعني، ده احلى حاجه.